لو تشوفون اليوم المنظر حتى في الدوام في المدرسة أبنائنا الطلبة يعني كانوا كلهم يبكون بعد ما سمعوا خبر وفاته، وهذا الأمر أحزننا جميعا. لا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن زهرة القسم اختطفت من عندنا، ولا نقول إلا إن القلب لا يحزن والعين لا تدمع، وإن على فراقك يا عبد العزيز لمحزون. كان زينة القسم، وكان طيبا جدا، وكان خلوقا، وكان كل صفات الأخلاق موجودة فيه. كان من أفضل أساتذة عندي، وعمري ما راح أنساه بحياتي. قمة بالتواضع، مرح، محبوب من الكل، طلبة ومدرسين والربع اللي برا، متواضع لآخر درجة، وجدا يعني محترم، وإنسان نادر يعني. سنوات تعرفنا عليه لن نجد منه إلا كل خير، فهو مثال للأخلاق، مثال للتفاني في العمل، مثال للوفاء، فنحتسبه عند الله. كان أخ للكل، يعني محبوب من الجميع، من الطلاب، يعني الطلاب يخدمهم، ما أقول لك إنه يساعدهم ولا يعلمهم، لا يخدمهم ويعلمهم بكل ضمير يعني، ويساعد الكل. وما عمري طلبت منه شيء وأحد من الزملاء طلب منه شيء وقال لا. عزيز بوفتيل ما شفناه يوم من الأيام يمشي بالمدرسة بروحه، ليش؟ إنه كسب محبة الطلاب والمدرسين. هالجموع اللي نشوفها ما هي إلا نتيجة أفعاله وأخلاقه وتدينه وتعامله مع الناس. أصدته في أي خدمة أو في أي شيء عمره ما يردك أبداً أبداً، يعني كان مخلص وكان محترم وكان بشوش، وصراحة فقدناه، القسم فقده. وحب الطلبة له، يتكلم معهم كأنه أخوه، مو كأنه أستاذ حقهم، كأنه أخوه لهم. ونعم الأستاذ عندنا بالمدرسة ما شاء الله عليه، يعني أخلاق، خلق وما أخلاق ما شاء الله، يعني محبوب الحمد لله من أولياء الأمور ومن المدرسين، من الطلبة. الطلبة اليوم لما سمعوا فاجعة وفاته الكل قاعد يبكي الحمد لله، مثل ما احنا شفنا حتى المقبرة انترست بالطلبة. إذا نعود مرة أخرى سادة المشاهدين معكم لاستكمال حلقة اليوم، هذه الحلقة الخاصة للراحل الغالي الفقيد عبد العزيز بوفتين. نرحب مرة أخرى بضيفنا الكرام اللي حرصوا اليوم على التواصل والتواجد معنا في برنامج سلام الكويت، الأستاذ خليل أبل، وأنت مدير سابق في مدرسة بوتمام، فحياك الله معنا. رحيك حقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. حقيقة نعزي أسرة الفقيد بفقدانهم هذا الشاب المؤمن الخلوق، كذلك أعزي أسرة تلفزيون الكوت لفقدانهم شمعة من شموع القناة حقيقة هذه الموقرة، فالكلمات تعجز عن وصفها في هذا الشاب حقيقة. أنا عاصرت المعلم عبد العزيز بوفتين حقيقة 4 سنوات، كان قمة بالأخلاق، قمة بالتعامل، نيته التعامل مع الطلبة، نيته التعامل مع المعلمين، نيته التعامل مع أولياء أمور، ما شفت منه أي شكوى، ما شفت منه أي تذمر، يعني إذا عطيته أي نشاط أي شغل قال يضحك يك بابتسامة. يعني حقيقة هذا الشخص فعلا فعلا، يعني أنا الحين طلعت تقريبا 2 سنين برا، رحت منطقة ثانية، إلى الآن أتواصل معه. يعني قبل أسبوع كلمته قلت له عزيز شلونك، خبرني أحوالك. أنا كنت أشجع وايد، لأن هاي فعلا يعني من المعلمين المتميزين، يعني في معلمين يمرون عليك طبعا يعني متفاوتين، ولكن هذا متميز في عطائه. أنا كنت أشجع قلت له عزيز لازم تكمل دراستك على طول، كنت أقول له يا عزيز كمل دراستك، يقول لي أبو علي حاليا ما أقدر، ظروفي ما تسمح. كل ما أتصل عليه قال لي يا أبو علي وبتقول لي نفس الكلام، كمل دراستك. فعلا يعني هذا الشخص، يعني انا قبل اسبوع كلمته كان يقول لي ابو علي حاليا ما اقدر اكمل دراستي لان راح يجيني ترشيح رئيس قسم. فسبحان الله، يعني هذا لا حول ولا قوه الا بالله، وهذا قدره وهذا يومه حقيقه. فنسال الله ان حقيقه ان يحشر الله له الرحمه والمغفره باذن الله تعالى. آمين. يعني كذلك زميله الاستاذ بدر ناصر، حضرتك زميله في المدرسه، فعظم الله أجرك برحيل الفقيد والغالي عبد العزيز بوفتين بو حسين. ودعنا نتحدث عن علاقتك الشخصية بفقيدنا الغالي.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا عبد العزيز أخ، مو زميل كمدرسة يعني أو معلم زميل، لا هو أخ لنا كلنا. ما أقول إلا عظم الله لكم الأجر، عظم الله لنا الأجر، عظم الله للكويت الأجر بفقيدنا الغالي، صاحب الابتسامة اللي ما تفارق شفاها يعني، ودائما هو سباق لفعل الخير ولمساعدة إخوانه المعلمين. وكان يعني ما عمري طلبت منه أو أي أحد من الزملاء طلب منه شيء إلا وقال تم، ما يرد أحد رحمة الله عليه. وحتى الطلبة يعني كان بالنسبة لهم أخ وصديق، ما كان بالنسبة لهم معلم. وبهذه الزمالة وبهذه الأخوة كان يربيهم يعني، كان يوصلهم إلى مراتب يعني. المحبة اللي كانت بقلوبهم شفناها ولمسناها اليوم في المقبرة وفي المدرسة قبل أن نروح المقبرة، نفس الشيء كان الكل يبكي وكل متأثر. نعم، دعنا نأخذ يعني مداخلة هاتفية معنا أستاذ أحمد العنزي، حياك الله معنا، أنت على الهواء مباشرة. نعزيك برحيل الغالي عبد العزيز بوفتين ونعظم لك الأجر. حياك الله. أولا معك أخوك أحمد العنزي مذيع تلفزيون الراي. أول شيء أنا أهنيكم وأحييكم على هذا البادرة وهذا الوفاء الطيب منكم برحيل زميلكم وأخونا عبد العزيز، عسى الله يرحمه برحمته الغالية. أنا حقيقة ما أعرف الفقيد، عسى الله يرحمه، ما أعرفه شخصية، لكن أنا من هذا المنبر يعني منبر قناتكم أعزي أهلي، عائلة بوفتين، وأعزي أهل الكويت كلهم، فقيدنا وفقيد الصحافة والإعلام وزميلنا في هذه المهنة. عبد العزيز شاب صغير رحل بلحظة، ترك لنا رسالة غير الرسالة الإعلامية، رسالة لازم إحنا نفهمها جميعا ككويتيين، نفهم إن إحنا ممكن ننتهي حياتنا، تنتهي أمورنا بلحظة بغمضة عين. شنو نترك ورانا؟ شنو نترك لهالوطن؟ شنو نترك ما يذكروننا فيه الناس؟ أنا أعتقد واللي يمكن هو السبب الوحيد أو الأساس اللي خلاني أتصل وأشارك هو أن محبة الناس حقيقة اللي قريتها واللي شفتها واللي سمعتها لهذا الفقيد الشاب، السمعة الطيبة والفعل الطيب، إن الله إذا حب شخصا حبب الناس فيه. من هذا الباب أنا ودي أقول كلمة، ودي أقول أن يا ريت أن احنا نستفيد من هذه الرسالة الإعلامية اللي كانت لقونا عبد العزيز، نستفيد منها كرسالة كبيرة بالحياة لفعل الخير، للفعل الإنساني، لكل ما هو جميل، يطرح كل ما هو رائع في هذه البلد. نعم، أسأل الله يرحم عبد العزيز برحمة الغالية. أقدم مرة ثانية بعزائي وخالص عزائي لأسرة وعائلة بوفتين ولأخونا وزميلنا عبد الله بوفتين ولكل طاقم حقيقة البرنامج والقناة والزملاء في المدرسة كانوا وحتى في القناة بخالص العزاء. وأنا أشكركم مرة ثانية على وفائكم حقيقة تجاه زميلكم الصحفي والإعلامي اللي أعتبره أخوي وزميلي في المهنة وأخوي قبل هذا كله في هذا الوطن. شكرا لك على التواصل معنا وعلى هذه الكلمات الطيبة. الإعلامي أحمد العنزي يعطيك العافية. أيضا معنا مداخلة هاتفية أخرى، حياك الله معنا، أنت على الهواء مباشرة. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. نعزيك بفقد الراحل والغالي عبد العزيز بوفتين الأستاذ محمد الدمخي وهذه الفاجعة الأليمة التي يعني حلت علينا بالأمس، ونسأل الله لزميلنا الغالي الرحمة والمغفرة، فعظم الله لكم الأجر، وأترك لكم المجال للتعليق. أول شيء إنا لله وإنا إليه راجعون. أعزي أسرة آل بوفتين الكرام، وأعزي أصدقائي وزملائي والأسرة التعليمية مدرسة ملا حسن ومدرسة أبو تمام سابقا طبعا، وأعزي مدير المدرسة أمانة أستاذ أبو عثمان. يعني اليوم دقيت عليه كان وايد متأثر ووايد مضايق، وأعزي ربعي اللي معك بالاستديو أستاذ خليل أبو الأستاذ بدر عوض، وأعزي طبعا كل الأسرة التعليمية بالمدرسة، وما أقول إلا هو الباقي، اللهم رحم غربته وصل وحدته وآنس وحشته
واسكن إليه رحمة يستغنى بها عن رحمة من سواك واحشره مع محمد وآل محمد. بصراحة صراحة يعني ما أدري كلمة، أنا أمانة كنت قاعد بالديوانية الحين بس شفت الاتصال، يعني ما أقدر أقعد قدام ربعي وأتكلم صراحة، طلعت برا وقاعد أتكلم معاكم. أمانة هالإنسان هذا يعني أيام اللي كنت معاه بالمدرسة كان له باع كبير في يعني اسمه تقول نصيحة الطلبة الناشئة عندنا، وخاصة الفئة الصغيرة اللي صار عندنا الصف السادس والسابع والثامن، يعني كان اسمه تقول يحتويهم ويأسسهم من جديد، يعني اللي أخلاقها حتى كانت تدري بعد فروق فردية بين الطلاب، تلقى الزين وتلقى بعض الطلاب اللي يبيلهم بعد متابعة بالأخلاق والدراسة، كان يسوي لهم برامج أمانة يعني كنت أشوفه متحمل ويصبر وايد مع الطلاب إنه يوصل حق بر الأمان، إنه تالي حتى الطالب يطلع يقول صراحة المدرس هذا وايد فادني وارشدني وساعدني ورتب أموري، حتى إذا يعني الطلاب اللي كانوا يمرون علي، يعني أنا فترتي اللي كنت في مدرسة أبو تمام يعني كنت رئيس قسم هناك والسنة انتقلت، يعني أمانة كان وايد يتحمل الطلاب تربية، وحتى هو أخلاقيا يعني ما شفته يوم أمانة كان يعني متضايق ويتحمل و يستقطب مثلا الشغلة السلبية أو الشغلة اللي مثلا شادته يحاول يلطف معاها ويوصلها حق المكان السليم، والطلاب أمانة كانوا وايد يحبونه، يعني ما شوف طالب يقول مثلا المدرس هذا مأذين، لا يعني بصراحة أمانة إنسان أخلاق عالية والله يرحمه برحمة الواسع إن شاء الله. نسأل الله له الرحمة والمغفرة، كل الشكر والتقدير لك على التواصل معنا الأستاذ محمد دمخي. وأيضا معنا مداخلة هاتفية أخرى مع الدكتور حسن البلوشي. دكتورنا حياك الله معنا، أنت على الهواء مباشرة، نعزيك بفقيدنا الغالي عبد العزيز بوفتين، وحضرتك كنت آخر من تواجد معاه في غرفة الإنعاش تحديدا، فكلمنا عن اللحظات الأخيرة حينما رأيت فقيدنا الغالي عبد العزيز بوفتين أمامك. السلام عليكم، عظم الله أجوركم جميعا وألف رحمة على المرحوم العزيز. حقيقة أنا لما دخلت بالغرفة العناية فبالفعل هو كان يعني جاي المستشفى ومتوفي، يعني قبل دخول المستشفى كان متوفي رحمة الله عليه. شاب مثل هذا يعني احنا دائما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل كل من عند الله، الله عز وجل أرحم على منا كلنا، لكن تصير بالخاطر واحد يطلع شوية ما بخاطرة، يعني فقدانه أكيد خسارة، خسارة لمن؟ للشباب المراهقين، أنا أقول دائما المراهقين، فكان خير أستاذ لهؤلاء الشباب. أذكر حتى في هذا الاستديو تحديدا هذا المكان العام أيضا كان كنت في ضيافته ومن أجمل وأحلى اللقاءات، ولكن صدقوني شخص مثل هذا ما ينخاف عليه، ما ينخاف عليه، فعظم الله أجوركم. وأيضا أعزي أبو زوجته أيضا حاج أحمد جوهر، الله يصبركم إن شاء الله والدينا وزوجته. إحنا دائما نقول يا ربي الله يحفظ كل الشباب، وإن شاء الله مثل ما قلت لكم أنه الله عز وجل أرحم عليه منا كلنا. كل الشكر والتقدير لك دكتور على التواصل معنا في برنامج سلام الكويت. ونعود مرة أخرى لضيفنا الكرام الأستاذ خليل أبل، مدير سابق في مدرسة أبو تمام. كلمة أخيرة توجهها للسادة المشاهدين نتحدث فيها، وتوجهها تحديدا للراحل عبد العزيز بوفتي. حقيقة يعني كلمات تعجز عن وصف حقيقة للأستاذ المربي الفاضل حقيقة عبد العزيز بوفتين، ونسأل الله حقيقة أن يعني يحشره حقيقة مع محمد وآل محمد حقيقة، والمغفرة حقيقة له بإذن الله. كل الشكر والتقدير لك، ومرة أخرى نعزيك ونعظم لك الأجر. الأستاذ بدر ناصر، كلمة أخيرة توجه للسادة المشاهدين وتعزي فيها أسرة بوفتين. طبعا أول شيء أنا بذكر أحد المواقف، يعني كان الأستاذ عبد العزيز بوفتين وياي بكل لحظة، يعني خلال المسابقة اللي عملناها في المدرسة ونعرضت على قناة الكوت، يعني كان بالإعداد كان كل شيء يساعدني وما قصر بولا شيء وياه، يعني هو والزملاء، بس هو كان يعني إيده هي إيد الحسم، يعني ما قصر ويانا، وكنا نشتغل حتى لبعد الدوام
بعد فترة الدوام الرسمي كان يجي إلى المدرسة وكان ويانا وصدر رحب وهو يضحك ويشتغل ومستانس رحمة الله عليه. إذن آخر عظم الله لكم الأجر ونسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأيضا مرة أخرى نعزي أنفسنا ومرة أخرى كذلك أسرة بوفتين الكرام، سائلين الله المولى العلي القدير أن يتقبل بإذن الله وأن يسكنه فسيح الجنات. أيضا هناك تقرير يعني أخذنا فيه رأي الطلبة حول معلمهم والمربي الفاضل عبد العزيز بوفتين، وشاهد هذا التقرير ومن ثم نتواصل معكم مرة أخرى. ضايقت وايد، زعلت، أو شيء ما صدقت، لأن كل مرة يقولون شخص مات ويخي شيء يطلع عايش، بس المرة زعلت وايد. أنا أول شيء لما يعني قعدت في النوم أبوي قال لي إن عبد العزيز بوفتين توفى، وأنا أول شيء يعني سمعته إن أبو عبد العزيز توفى، فيعني كنت طبيعي يعني عادي يعني إنسان كبير عادي توفى، ولا أشوف يعني بطل تليفوني ولا أشوف إن عبد العزيز توفى. فبعدين يعني كنت منصدم يعني ما أدري شلون، ولا الحين يعني ما كفكر يعني شلون يعني هو شاب ويعني ما كان في شيء، مرة واحدة شيء توفى، ويعني ما صدقت. أنا بنفسي ما صدقت، يعني أنا شايفة قبل أسبوع وشلون هيك أخبار، أنا بنفسي مو مصدق. أنا حتى يعني قعدت لا دشيت شفت الصور شفت الفيديوهات شفت الصور والأشياء اللي كان مثل، أنا بنفسي مو مصدق، حتى ما أتذكر يوم واحد. يعني أنا الحين طلبة، إحنا طلبة، بتيجي تقول لي إحنا يعني بيننا وبين بعض نعرف طبعًا، نعرف شلون يعني نسولف مع بعض على المدرسين وكذي. علاقتي وياه علاقة صداقة، أعرفه على 5 سنين. علاقتي بالمرحوم إنه هو أستاذي بالمدرسة ودرسني 3 سنين، صف السادس والسابع والثامن. مواد واقف مثلًا بالمدرسة، مثل مدرس شاد علي أو من هالأشياء، مثل كلمة أو مثل إذا كان في مشاكل هو يحلها لي. تعلمت منه وايد أشياء يعني، يعني تعلمت منه الأخلاق وتعلمنا منه الطيبة. يعني هو معي الحين أشكره على كل شيء قدم لي من نصايح من أخلاق من قيم علمني إياها. أقول إنه يعطيك العافية على الأخلاق والآداب اللي أنت فيها، وقال ما 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 تقصر على جهودك اللي سويت لنا إياها. إذا نعود مرة أخرى سادة المشاهدين لنتواصل معكم بهذه الحلقة الخاصة للفقيد الغالي على قلوبنا بوحسين عبد العزيز بوفتين، وهذه الوقفة في الفقرة الأخيرة نتحدث مع زملاء الذين عاصروه والذين استمروا معه في عمله الإعلامي وتحديدا في قناة الكوت، وبداية مع الأستاذة وداد رمضان، عظم الله أجرك ونعزيك. أجرنا وأجرك برحيل عبد العزيز بوفتين. الله يعطيك العافية. طبعا بداية أقول إن لله وإن عليه راجعون، يعني الموت علينا حق أحمد، يعني نقول طبعا يعني نعزي أنفسنا كقناة الكوت كزملاء لك يا عبد العزيز، الله يرحمك يا رب، ونعزي أهلك وذويك يعني والدينك أخوانك أهلك زوجتك أم عيالك، أقول يا رب الله يصبركم يعني عن جد، عن شخصية، عن ابن بار، عن زوج وفي لزوجته، عن يعني ما شاء الله أنا قاعدة أسمع بصراحة يعني بسيرته الذاتية حتى في عمله في تعامله أيضا مع يعني طلاب زملاء في العمل، ما شاء الله كمجال في التربية سمعنا ما شاء الله الكثير والجميل عنك يا عبد العزيز، فما بالك إذا كنت أيضا في قطاع آخر أيضا في الإعلام، يعني ما شاء الله عليه عن جد نجح في إنجازه في أثره في بصمته الجميلة. إذا ممكن بعد يعني أتكلم عنه، أنا اللي لفت نظري في شخصية عبد العزيز الله يرحمه، فعلا أتفق مع كل إنسان قال عنه ما شاء الله يتصف بالهدوء، هدوء الشخصية، الابتسامة، بشاشة الوجه اللي تريحك، مع أن أنا ما اشتغلت معه في برنامج واحد، إنما كنت أصادفه
يعني أقول لك مثال، أنا لما كنت أدخل على الاستديو، نفس استديو كنا بنصور فيه برامج، يكون هو شارف على الانتهاء من برنامجه وأنا أكون وراه. أنا كنت أتوقع يعني مجرد دخولي للاستديو كنت أقول يمكن راح ألاحظ نوعية من الشد والجذب ما بين يعني المذيع عبد العزيز والمخرج، أنه بالتأكيد يبي يعلق على مثلا ملاحظات المخرج أو يبي يعترض على العمل. ما شاء الله عليه بمنتهى الهدوء كان، فأنا سبحان الله كنت أتعلم منه. يعني أقول المفروض أن الإعلامي بالفعل يتصف بالهدوء والصبر والتعاون الجميل والراقي مع زملائه. صحيح. رحل أبو حسين عبد العزيز بوفتين، ولكن ما زال مكانه موجود في الاستديو، وتحديدا هذا المكان اللي كان يقعد عليه أبو حسين، وهذه صورته موجودة اليوم. وإن رحل ولكن مكانه أيضا بالقلوب موجود، ومكانته بين زملائه أيضا موجودة. أعزيك كذلك زميلنا الإعلامي محمد مال الله برحيل فقيدنا الغالي عبد العزيز بوفتين، وأقول لك عظم الله أجرك وأترك لك المجال للتعليق. أجرنا وأجرك أحمد. طبعا نعزي أسرة الفقيد، أسرة بوفتين، ونعزي أيضا قناة الكوت. يعني أمانة الخبر كان مفجع لنا، تعاملنا إحنا مع بعضنا يمكن كقناة الكوت وتواصلنا، كنا لما نقعد يعني أنا في أمور ما ودي أتكلم فيها، أعتقد كل من قاعد تكلم أخلاق الفقيد أبو حسين، أسلوبه في وزارة التربية كمعلم، في الإعلام، أنا بتكلم عن جانب آخر. كنا لما نقعد ساعات حتى إحنا زملاء كنا نتناقش أن حتى كقناة الكوت في برامجنا شنو اللي محتاجينه، عندنا رؤية كذي. فمن الأشياء الحلوة اللي كنا نطرحها كان أيضا هو يطرحها، وهو كان طبعا محب للرياضة، والكل اللي يعرف أبو حسين يحب الرياضة، فكان دائما التركيز أنه كنا محتاجين برنامج رياضي. الآن على قناة الكوت راح يكون هناك برنامج رياضي، لكن للأسف أن أولى حلقات هذا البرنامج أبو حسين ما راح يكون موجود ليشوفها. نعم. بتتكلم عن أبو حسين، تواصله، رقية في التعامل، أخلاق العالية. اليوم في المقبرة، الوضع في المقبرة أخوي أحمد، تشوف هذيل الناس اللي موجودة بهذا الكم وهذا التفاعل، يعني هذا التفاعل الكبير مو شيء سهل. هذا الرجل خلف شيء، عبد العزيز ما أعتقد الناس حبته شيء، لا كان لا شخصية لا كاريزما معينة إن الناس حبته بهذه الطريقة. أنا والله يعني أمور كثيرة ودي أقولها، لكن يستحضرني إذا أقول أبيات. نعم. شعر يعني. نعم. فضل. إن على هذا الحدث اللي إحنا موجودين فيه، رسمت ملامحي ليظل شكلي مع المضمون في قلب الكتاب، فجسمي سوف يبلى بعد حين وأمحى مثل غيري في التراب، وفوق الترب ليس يبين حسن ولا قبح لشيخ أو شبابي، بلى سيظل من فعلي وقولي حضور رغم أني في غيابي، فيا متأملا رسمي ترحم علي بيوم أدعى للحساب، وقل ربي تلطف في فقير برحمتك الكبيرة والثواب. ألف رحمة على الفقير. يعطيك العافية. يعطيك العافية. أيضا معنا مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد فاضل، حياك الله معنا، أنت على الهواء مباشرة، ونعزيك بفقيدنا الغالي عبد العزيز بوفتين، عظم الله لك الأجر. عظم الله أجركم، عظم الله أجر الكويت، عظم الله أجر آل بوفتين وآل جوهر، عظم الله أجر ربعة، عظم الله أجر طلبته، عظم الله أجر. كلمات فعلا تحتاج، خاصة وانت تعيش ذكريات إنسان. كثير من الناس تكلموا أمانة، يمكن الواحد يتأثر كثير من المواقف، لكن لما تشوف التغارير تشوف الحب تشوف الكلام الطيب. يمكن أمس موقفين في المستشفى لوالده الكريم، والدته الكريمة، يعطون رسالة غير رسالة اللي هو تركها. عزيز ترك أول شيء رسالة مثل ما تكلموا من قبل، قالوا رسالته واضحة، ابتسامته ما تفارقه، ابتسامته الواضحة إن شنو الإنسان يترك من بعد رحيله، شنو أنت ممكن تكون طيب الذكر عند الناس. عزيز قبل أسبوع أو أسبوعين حط صورة بعيد ميلاده وقال بكمل 29 وما بقى شيء على 30. عزيز ترى قبل ما نكمل ياك 30
عزيز من ناس طيبين. عمي صبيح فعلا إنسان. عبد الله، علي، عائلة كريمة قديرة. أمس والدتها الكريمة تقول أنا جاي اليوم عشان أشوف ولدي ميت. تخيل الكلمة لما تسمعها، تخيل أنت شنو راح يكون في بالك، أنه راح تتأثر بوالدته. عمي صبيح يقول وهو قبل لا يشوف وجهها خذ نفس عميق، والله للحين اللقطة بعين، خذ نفس عميق قال سبحان الله، الله ما أخذ إلا الطيب. فعلا طيب. موقفين راح يكون بالذاكرة، لكن الرسالة الأعظم من ترك عزيز هذه الدنيا لنا أحد، خلنا نترك إن شاء الله حب هالدنيا اللي فعلا خذتنا من وايد أمور، لكن تركت شيء إن واحد يذكره كمعلم، كإنسان، كأخلاق. الله يرحم الجميع. وتوقعت إني ما راح أتأثر بكلامتي، لكن اسمعوا لي، الشيء اللي بالقلب يطلع حزته. عظم أجر الجميع، عظم الله أجركم يا قناة الكويت وكل الكويت من غير استثناء. مشكور كل الشكر والتقدير لك على التواصل. وفي الختام أيضا نشكر أيضا زملائنا اللي حرصوا اليوم على التواصل والتواجد معنا في هذه الحلقة الخاصة للراحل عبد العزيز بوفتين. كل الشكر والتقدير للأستاذة وداد رمضان، وعظم الله أجرك، وكذلك لك أستاذ محمد مال الله. ما إن شاء الله يعطيك العافية وعظم الله لكم الأجر، ونسأل الله أن تكون آخر الأحزان، ونسأل الله أن أيضا يلهم أهله الصبر والسلوان. نذهب إلى فاصل أو تقرير يتحدث عن اللحظات الأخيرة، هذه اللحظات اللي كانت في قناة الكوت، اللحظات الأخيرة للمرحوم الفقيد والغالي عبد العزيز بوفتين. نشاهدها ومن ثم نعود لنتواصل وياكم من جديد. لم يخطر على بال أحد من زملاء المذيع الراحل الزميل عبد العزيز بوفتين أنهم سيكونون آخر من يلتقي به قبل ارتحاله للرفيق الأعلى بساعات قليلة. ففي عصر يوم أمس الاثنين وفي قاعة الاجتماعات في مبنى قناة الكوت، كان الراحل قد اجتمع مع بعض من الزملاء في القناة لوضع اللمسات الأخيرة على أحد البرامج. في نفس قاعة الاجتماعات يجلسون اليوم ولكن ليس للعمل، وإنما لاستذكار آخر اللحظات مع عبد العزيز. عبد العزيز كان يقعد هني بالضبط على إيدي اليسار، أنا كنت أقعد في الجهة المقابلة. حتى في الاجتماع صورت سناب أن هذا الاجتماع التحضيري لبرنامج 90 دقيقة، اللي هو البرنامج الرياضي اللي راح يكون في قناة الكوت. والرجل يعني سبحان الله وسيماءهم على وجوههم، قاعد وكل ابتسامة وكل احترام وكل خجل. حطينا سكجول عام للبرنامج، حطينا الفقرات، نقى الفقرات، طلع من الاجتماع كان مداخلاته جدا جميلة وجدا في صميم العمل ومستانس جدا. طلع من الاجتماع على تقريبا الساعة 5 شوي، راح شرى تيشيرتات البرنامج، بعدها كلمني أنا ترى خلصنا أمورنا وإن شاء الله نبي نجهز، وعندي الفكرة الفلانية وعندي الفكرة الفلانية، ومشكور أنكم خليتوني أنقي الفقرات قبل الشباب ينقون. رحل عبد العزيز مفعما بحيوية وعطاء الشباب إلى آخر لحظة في حياته، تاركا رسالة صوتية يخبر أحد أصدقائه فيها بمجيئه إلينا في قناة الكوت. بس والله طلع الاجتماع بالقناة الساعة 3، اجتماع وايد مهم، يعني عندنا برنامج رياضي وشيء مرتب ولازم أقعد معهم، ما قدرت إني أكنسله. فبعد إذنك قلت لهم نأجل العزيمة إن شاء الله يومين 3 كذي أنا ما نضبطها، وإن شاء الله راح أعطيك خبر. زميلك حسن الفضلي.